بشأن الوضع الإنساني في اليمن مع ضعف الإمكانيات الأممية في ظل انتهاكات ميليشيا الحوثي المستمرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الناشط المدني اليمني توفيق أحمادي. أستاذ توفيق، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تحذير الأمم المتحدة، حيث حذرت من يعني إغلاق برامج إنسانية في اليمن بسبب كما تعرفون يعني ضعف التمويل، وأيضا هناك ضعف في الإمكانات المادية. لكن هنا كيف ترى ذلك على الأوضاع الإنسانية الصعبة بالأساس في اليمن؟ مساء الخير أخي الكريم، لك سيد الكريم مشاهدي قناة الأمم الكريمة. باعتقادي أن هذا التحذير الأممي ليس التحذير الأول ولن يكون التحذير الأخير، في ظل انعدام أي خطة إبداعية إذا جاز التعبير من الأمم المتحدة تكسر حالة الرتابة الحالية في اليمن. الأمم المتحدة للأسف الشديد يعني إذا جاز التعبير أصبحت كثير من مؤسساتها ووكالاتها تستفيد كثيرا من الأزمة اليمنية عن طريق التأمين والموظفين إلى غير ذلك، لكن لم نرى الأمم المتحدة تمارس ضغطا حقيقيا على أطراف معينة من أجل الإيرادات العامة لتكون على سبيل المثال في يد هيئة مستقلة كما كان في اتفاق ستوكهولم، مثل ميناء الحديدة وميناء عدن والآن ميناء بلحاف الذي تسيطر عليه الإمارات وتخسر اليمن سنويا فيما يقارب 3 مليار، بمعنى خسرنا خلال الحرب 21 مليار دولار، إضافة إلى تعطل المطارات سواء مطار صنعاء وتعز وعدن والمقلة والمهرة بيد سواء التحالف أو جماعة الحوثي. أنا باعتقادي أن هنالك عدد من الحلول البديلة التي يمكن أن تخفف من وطأة الأزمة الإنسانية الحالية الموجودة في اليمن إذا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مارس دورا ضاغطا وفاعلا ضد الأطراف من أجل تفعيل الأدوات الاقتصادية وتوحيد ودعم العملة اليمنية بحيث يتوقف نزيف تدهورها بصورة كبيرة، وأيضا التحالف إذا يدعم العملة بصورة جادة وصادقة باعتقادي يمكن أن نخفف كثير من الوضع الإنساني، إضافة إلى تعديل في آلية توزيع المساعدات التي للأسف الشديد لم تعد مجدية بل أصبحت محل تندر لدى كثير من الأطراف اليمنية لأنها لا تعتمد على مشاريع منتجة ودائمة من أجل الأسر اليمنية. طيب أستاذ توفيق، القطاعات التي سيشملها تخفيض التمويل هي قطاعات المياه والصحة، هذين المفصلين المهمين لدى الشعب اليمني، لكن هناك ربما تكون هناك الحكومة الشرعية تفتقد إلى خطط حقيقية نتيجة ضعف التمويل لإيجاد بدائل عن قطاعات المياه والصحة. لكن السؤال المطروح هنا، يعني ما الذي جعل المانحين تتراجع عند دعم المشاريع الإغاثية في اليمن؟ هل انتهاكات الحوثي واستيلاؤها على تلك المساعدات هو السبب في موضوع التراجع؟ والله هنالك مجموعة من الأسباب، من ضمن هذه الأسباب طول أمد الحرب دون أن يكون هنالك أفق واضح لوقف مثل وقف هذه الحرب والانتقال إلى حالة من الاستقرار يمكن أن تساهم بصورة كبيرة جدا في حل المشكلات اليمنية. أضف إلى ذلك إلى التقارير التي صدرت من كثيرة وأكدت أن كثير من المساعدات للأسف الشديد تم نهبها أو سرقتها أو استخدامها حتى في المجهودات القتالية دون أن يكون هنالك مساءلة، ولذلك كان هنالك حملة في اليمن تتحدث أين الفلوس، بمعنى أين تصرف هذه الأموال، وبالتالي في ظل ازدياد أو اتساع حالة الفقر وعدم وجود حكومة قوية للأسف الشديد ويعني عدم امتثال جماعة الحوثي للمجتمع الدولي وتوفير ممرات آمنة، إضافة إلى افتقاد الأمم المتحدة أو عجزها بحقيقة الأمر لا يوجد خطة محايدة لإيصال المساعدات. طبعا الدول الممونة في ظل أزمة كورونا في ظل تحديات اقتصادية لن تظل تنفق على اليمن إلى الأبد، وبالتالي بدأ هذا الدعم يعني يتقلص تدريجيا إلى أن رأينا أسوأ هذا الدعم كان في مؤتمر الرياض الأخير.
أستاذ توفيق، يعني لا نبتعد كثيرا عن المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني، ولكن لو تحدثنا في موضوع صفحة من التاريخ المدرسي المخصصة لصف السادس الابتدائي الذي تعتمده ميليشيا الحوثي، حيث ظهرت عبارة الخليج الفارسي بدلا من الخليج العربي. أنتم كان لكم مقال منذ 4 سنوات تحدثتم فيه عن انتهاكات الحوثي في ما يخص مجال التعليم. يعني بماذا تفسر هذا المصطلح من الخليج العربي إلى الخليج الفارسي؟ ما الذي تريده ميليشيا الحوثي من وراء ذلك؟ أنا باعتقادي المصطلح لم يكن مفاجئاً. ومعركة الحوثي اليوم في اليمن ليست معركة عسكرية فقط، وإنما معركة على كافة المستويات ومتعددة الأوجه. ولذلك رأينا إصرار جماعة الحوثي ووجهتها منذ البداية، منذ سقوط العاصمة صنعاء قام شقيق جماعة الحوثي بأخذ منصب وزارة التربية والتعليم، وأعلن في أكثر من لقاء تلفزيوني أنه قال يصحح المناهج والأفكار الموجودة في المناهج التعليمية اليمنية، واعتبرها أنها أفكار وهابية وداعشية وإخوانية إلى غير ذلك. وبدأ بالفعل، بدأ هذا ليس الأخير ولن يكون الأخير. اليوم هنالك تغيير في مستوى على المستوى التاريخي. اليوم اليمنيين يعيشون أعياد دينية لا علاقة لهم بها، عيد الصرخة، عيد الشهيد، عيد مدريش إلى غير ذلك، من أجل أن يربطوهم وجدانيا بالمشروع الجديد. جماعة الحوثي لا تنكر صلتها بإيران، بل إن اليوم حسن إيرلو المسؤول الذي يدير اليمن فعليا يزور الجامعات ويزور المدارس ويلتقي بالوزراء اليمنيين إلى غير ذلك. وبالتالي هي تؤكد على أن اليوم صنعاء أصبحت جزء أصيل من طهران، من المشروع الإيراني الشيعي الكبير. وبذلك سنرى هذا التوجع على المستوى الثقافي والتعليمي والإعلامي. بل اليوم هنالك قصص كرتونية تم دبلجتها بخطاب تاريخي متعلق بكربلاء والحسين والأئمة وقتال إلى غير ذلك، بما يتناسب مع توجه هذه الجماعة لحرف البوصلة اليمنية بعيدة عن عروبتها وتاريخها نحو المشرق الإيراني للأسف الشديد. من فيينا الناشط المدني اليمني توفيق حميدي، شكرا جزيلا لكم.